أحمد، شكرا للدعوة الكريمة. وأعتقد أنها من السمات المعروفة عندما يتحدث من كان بالصف الأول من إدارات سابقة أو الصف الثاني من الإدارة الراهنة. هذا يعني أن الناراتيف، السردية الأساسية لما هو مطروح، ما زال لسبب ما بعيدا عن الخطاب الرسمي، بمعنى أن الإدارة اتخذت قرارا أنها لا تريد الإفصاح عما تريد أو رؤيتها لما يجري من أحداث على الساحة العراقية في هذه الحالة، لأنها تريد مثلا أن تستطلع بعض المواقف لإعادة تقييم الموقف، بمعنى الموقف العام للعراق. ماذا تريد إدارة بايدن بالشأن العراقي، خاصة وأنها كما أشرت في عرضك الافتتاحي أن الأنظار كلها متجهة إلى الاتفاق مع إيران والمسألة العراقية برمتها. هناك من يرى للأسف في بعض الإدارات الأمريكية سواء جمهورية أو ديمقراطية ترى بالمسألة العراقية وقضايا إقليمية أخرى عربية، لبنان، سوريا، اليمن، تراها في إطار النفوذ الإيراني أو الأصح السلوك الخبيث الإيراني الذي يسيطر على بعض القرارات المفصلية في الداخل العراقي. عندما استعرضت، وهذا كان استعراض ذكي وموفق، لمن هم المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا بجزئيات الموضوع العراقي عموما، ترى أن هناك إشارة إلى الموقف الذي ترتب عليه سقوط نظام صدام وبالتالي خلق كينونة جديدة للعراق. هذه الكينونة اعتمدت على المقاربات التي أحسن وصفها كولين باول وزير الخارجية الأمريكي الراحل، عندما قال موجها حديثه إلى القيادة الأمريكية في ذلك الحين الرئيس جورج بوش الابن: If you break it you own it، بمعنى إذا قمت بتحطيم النظام السابق تمتلك هذه المشكلة وتصبح مسؤوليتك. وقضية بناء الأمم وبناء النظام السياسي العراقي، أعتقد أن تعاقب الإدارات الجمهورية والديمقراطية أثبتت أن خللا ما موجود في هذا النظام السياسي. هل الآن من يتحمل هذا مسؤولية هذا الخلل؟ هل هي أسباب ذاتية موضوعية تاريخية تتعلق بالعراق بكل المكونات العراقية، أم أنها تتعلق أكثر في مكون دون مكون آخر، أم أن المسألة برمتها مرتبطة بخطأ، بقرار استراتيجي في التعامل أمريكيا مع العراق قبل وبعد سقوط بغداد أو تحرير العراق من نظام صدام حسين كما يروق لمن خطط لهذه الحملة؟ الإشارة تحديدا، وهنا أختم بهذه الجزئية، تحديدا للفيلسوف الفرنسي المرتبط بالربيع العربي المشؤوم، نصر على ذلك، هل هي إشارة تحتمل نوع من التهديد المبطن بأنه لو لم يتم إصلاح النظام السياسي في العراق سيؤدي إلى فشل وانهيار النظام وبالتالي استقلال كردستان؟ وماذا عن الأقاليم الثانية، أقليم السنة وأقليم الشيعة، الوسط والجنوب؟ هل هذا يحمل أيضا تهديد داخلي لبعض دول الجوار في الأقليم، أم أنه استرضاء لإيران بأن المسألة قابلة للتفاوض؟ هذا ما يخيب بالأمر، أن تفاوض أمريكا نيابة عن العراقيين إيران، أو أن يقوم مكون من المكونات العراقية بالانخراط بهذا التفاوض سواء كان سريا أو علنيا.